قد أتى وحي المحبة والسلام، يشدو بلحن الحب في روض الغرام، بشرى لكل خلق في يوم غدير، من كنت مولاه فمولاه أمير. يا مولاي علي، يا مولاي علي. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين، وصبحكم الله بالخير والعافية والرحمة والتسامح والمحبة إن شاء الله دائما في شهر رمضان المبارك. قربنا على العيد وإن شاء الله القلوب صافية، وإن شاء الله الأعمال قبلت من الله سبحانه وتعالى، وقدر الإمكان نعمل ونستمر على ما قدمنا بشهر رمضان المبارك من عبادات، من التزام، من محبة، من تواصل اجتماعي. إن شاء الله يستمر ما بعد شهر رمضان، وكل أيامنا إن شاء الله قريبة لله سبحانه وتعالى من خلال أهل البيت عليهم السلام، لأنهم أقرب شيء والطريق الوحيد لله سبحانه وتعالى. إذا أحبتنا المشاهدين، صباح جديد من صباح كربلاء، وإن شاء الله وياي مجتبى اليوم منورنا، وأكيد راح يكون ويانا بالحلقة بمعلوماته وتفاصيله. صباح الله بالخير. الله بالخير والعافية. أحب أضيف أبو عهد أنه عندنا إحنا دعاء من أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول في مقتطف من مقتطفات دعائه في وداع شهر رمضان في الصحيفة السجادية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا. إذن أعزائي المشاهدين، هيجي أئمتنا سلام الله عليهم يوصفون شهر رمضان، ساعات شهر رمضان، شعورهم به وساعات تقترب على النهاية، وفي نفس الوقت طبعا يعني لعله واحد يذرف دمعة حزن على انقضاء أيام وساعات شهر رمضان، بس في نفس الوقت أكو دمعة فرح أو نشوة فرح جاية بمناسبة العيد السعيد، وأكو أيضا نشوة فرح جاية بمناسبة استهلال واستعراف فقراتنا، فقرات برامجنا، برنامجنا لليوم. إن شاء الله إلك أبو عهد. نبدأ إن شاء الله أحبتنا المشاهدين مع فقرة السلة الرمضانية، ونتحدث عن فوائد عصير تمر الهند. أنا بصراحة تمر الهند بالنسبة لي شوية حامض. نوم بصرك. نوم بصرك. اثنين عندنا إن شاء الله حديثنا مع سماحة الشيخ بهاء الكربلائي الباحث الإسلامي، ماذا عن شهر رمضان وماذا بعد شهر رمضان. تقريرنا إن شاء الله راح تكون مع علي باسم من لندن، ونشوف سحر الإضاءة الرمضانية في لندن. وأخيرا نختم بسؤال التفاعل اللي راح يكون عن العفو، هل تستطيع مسامحة والعفو عمن أساء إليك، وخصوصا وإحنا مقربين على العيد. هذه فقراتنا إن شاء الله مشاهدينا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل بقلوبنا وأرواحنا إلى حيث الحضارات القدسية والأرواح العلية لأئمتنا صلوات الله عليهم، بالخصوص حضرة سيدنا ومولانا سيد الشهداء عليه السلام، مع دعاء يوم الأحد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح
وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وسعت العلم والكون الفسيح، وحملت حب الناس نجاك المسيح، ووردت خلق المصطفى والأنبياء، تجري على كفيك أنهار عطاء. يا مولاي علي، يا مولاي. قبل الله أعمالكم وطاعاتكم أحبتنا المشاهدين، ونسألكم الدعاء دائما في كل خطوة، في كل عمل، في كل تصرف، في كل فكرة، إن شاء الله نكون مع أهل البيت عليهم السلام. صراحة دائما نذكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام امتداد أكيد للسنة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله لله سبحانه وتعالى. شوف الإسلام وأهل البيت عليهم السلام نظموا الحياة بشكل بسيط، يعني كل مسألة، كل قضية، كل فكرة، كل تصرف، كل مشروع أنت تقدر تبحث به، تقدر تسأل المراجع، تقدر ترجع للكتب بكل شيء، والله بالأكل، بالشرب، باللبس، بالطلعة، بالسفر، بالروحة، بالجاية، كلها منظمة. وتدريجياً شوف العلوم الحديثة أو البحوث الحديثة تأكد كلام، يعني هو ما يحتاجون تأكيد أكيد لأنهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن تبين العبرة من هذه الوصية، أنه كذا أعمل، كذا أصلي، كذا أغسل، كذا أكل تمر، كذا دير بالك بالمنام، دير بالك كلها، هاي لازم نكون مع أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله. وأكيد مكملين وياكم وفقراتنا، نروح فاصل ونرجع.
أعزائي المشاهدين، عدنا إلى أول فقرة من فقراتنا إن شاء الله لهذا اليوم، وهي فقرة سلة رمضانية. هذه الفقرة اللي نتناول بيها المواضيع اللي تخص هذا الشهر المبارك، واللي قد تتميز في بعض الأحيان بشيء من الطرافة. موضوعنا لليوم موضوع طريف، وهو عصير تمر الهند. قبل ما نبدي بتعداد الخصائص والفوائد مع عصير تمر الهند أبو عهد، يعني هو موضوع أشبه بها يشبه هذا الموضوع بشكل كبير، أنه بعض أهلنا ناسنا يعني يعتقدون أنه الفائدة الـ يعني شلون التأثير الصحي ما يجي إلا من فد أكلة أو فد فاكهة كود غالية، ماكو أفوكادو مثلاً كيلو بخمسة، لو فد تيهيتي، بينما هو مرات شيء موجود عندنا شائع متعودين عليه من أجدادنا، ما نعرف به كل هاي الفوائد. صح، قلة المعلومات أو الثقافة أو هاي الخضرة البسيطة، إيه بالضبط، اللي يمكن بربع وبألف ومجموعة شغلات بسيطة بس تدرج قد بيها فوائد للقلب والمعدة هو بالخصوص الموية. هذا ال شو اسمه، هي هاي السلطة ماكو يعني واحد يناقش يقول مثلاً سلطة الأفوكادو بيها كذا كذا فوائد فيتامينات، دكتور يناقشه يقول له نفسها هاي يمكن ربع السعر لو عشر السعر تقدر تعطيك نفس الفوائد بمكونات انت موجوده عندك. صح، ولذلك تمر الهند اليوم عندنا يعني شيء ما شاء الله بسيط، بس شوف المعلومات بس الفوائد يعني الكثيره. طبعا يحتوي عصير تمر الهند على مستويات عاليه من الالياف اللي تساعد في تعزيز صحه الجهاز الهضمي وتحسين عمليه الهضم. كذلك يحتوي عصير تمر الهند على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين سي، البوتاسيوم والمغنيسيوم، يعتبر مصدر جيد للطاقة وممكن أن يزيد مستويات الطاقة والحيوية في الجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة هذه اللي تضمن مزيد من الشباب وتبعد الشيخوخة. نعم جيد. أيضا عصير تمر الهندي يساعد في تقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض، ويعتبر عصير تمر الهند من المشروبات المرطبة التي تساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على التوازن الهيدروليكي. يمكن لعصير تمر الهند أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي تحسين صحة القلب. إذن باستهلاك عصير تمر الهند بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة والمساهمة في تعزيز الصحة العامة. شوفوا يعني دائما نكرر، ومجتبى أكيد ذكر ملاحظة جميلة، أنه هاي النباتات وهاي الفواكه وهاي الأمور كلها البسيطة اللي موجودة بحياتنا لازم نقرأ عنها. يمكن احنا قلنا بالحلقة السابقة البارحة قبلها أنه نبحث يعني بشيء بسيط عن بالموبايل، هو عندي أستخدم الموبايل أروح أشوف شنو فوائد الخضروات، شنو فوائد تمر الهند، وأخليها نظام بحياتي. ليش أنا أوصل للمرحلة انه زيادة السكر والكوليسترول والدهون وهاي الامور وبعدين ابحث عن دكتور وعن طبيب وعن ادوية فعلا. تلقائيا انا من هسه من هاللحظة ابدي انظم حياتي. انا بصراحة بديت يعني بشهر رمضان الحمد لله بديت اميل على الجانب الاعشاب، يعني حلو. شخص اعتز به حتى ليس الاعلان. قلت لاني بعد اي شيء عندي مثلا عندي قولون عندي صداع عندي مدري شنو، طبعا انا مو معناته اني اضرب الدكاترة مع احتراماتنا لهم واعتزازنا، ولكن كنظام وليس كعلاج كوقاية. أحسنت. من البداية أنا أخلي تغذيتي صحيحة مع الرياضة مع الحركة مع بعض الأمور المفيدة للتقوية مثل ما قلت وقاية تقوية للمفاصل للقلب بالفعل. وإن شاء الله الله يبعدنا عن الأمراض، ولكن دكاترتنا أكيد والعلم الحديث مطلوب ومهم بحياتنا. بس أنا تمر الهند ما أحبنا إن شاء الله حسش شوية في عموضة حبي عموضة أمير نمو بصرة. طبعا مشاهدين الأعزاء ما زلنا مستمرين معكم في فقرات برنامجنا، ولكن بعد هذه الوقفة إن شاء الله. أحبتنا المشاهدين مستمرين وياكم. البارحة ذكرنا موقف المرجع الأعلى المرجعية العليا سيد السيستاني حفظه الله، وكيف كان موقفه مع الشهيدة وعائلة الشهيدة اللبنانية الطفلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي واهتمامه بهم وزيارتهم. اليوم خبرنا أيضا من توجيه مباشر من وكيل المرجع الأعلى الإمام السيستاني، تم تكفل بكل تكاليف العلاج للطفل. طبعا الحادثة اللي صارت
أحد أبطالنا الشهيد الصائم الغيور رائد الخزعلي في مدينة الديوانية أنقذ 4 أطفال. نفس المشكلة والفاجعة اللي صارت بالبصرة أيضا أطفال بالشارع يريدون يعبرون الشارع، وهذا الرجل بشهامته بكرمه بالجود بنفسه وإن شاء الله هو امتداد للعباس عليه السلام قدم نفسه تضحية ونقذ ذول الأطفال وتوفى أو استشهد عند الله سبحانه وتعالى. ولكن عند طفل يعاني من مرض السرطان ومباشرة بعد سماع الخبر من وكيل المرجعية تم تكفل علاج هذا الطفل بشكل مجاني، والمرجعية دائما أو وكيل المرجعية دائما يتواصلون مع كل الأخبار مع كل التغطيات مع كل الأمور، وإن شاء الله قدر الإمكان بفضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام وخيرات الحسين عليه السلام والمرجعية والوكيل موجودين إن شاء الله في دعم المجتمع بكل تفاصيله. وزميل المخرج أيضا يعرض لنا هذه الصور أمامكم بكل الزيارات بكل المواقف بكل المناسبات كل شرائح المجتمع كل الأديان إن شاء الله المرجعية كلنا نفس واحد، لأنه إحنا من أهل البيت عليهم السلام، والإمام عليه السلام قال إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فهذا خبرنا كان اليوم أنه وكيل المرجعية بدأ والحمد لله تم تنفيذ هذا الأمر وعلاج الطفل للشهيد البطل الصائم الغيور رائد الخزعلي على حساب العتبة الحسينية المقدسة. أبو عهد، وقبل ما ننتقل للجولة التفاعل أو سؤال التفاعل، هنا أحب يعني أنوه على في قضية مهمة، وهي أنه أكو فرق هنا واضح بين اللي يدعي الدين حتى يوصل إلى مصالحه وبين أهل الدين الحقيقيين بالعمل اللي فعلا يعني تشوفهم بكل أزمة بكل مشكلة لهم وقفة مع الناس لهم تحسس لمآس الناس لآلام الناس ويحترمون قيمة البشر، مو مثل بعض مع الأسف أدعياء الدين اللي يمكن صعدوا مكاناتهم ما يستاهلوا مع الأسف. عموما أعزائي المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى جولة التفاعل اللي حضرنا إياها زميلنا كرار الحمداني، اللي بعنوان هل أنت مستعد للتصالح والعفو عمن أساء لك؟ خلينا ننتقل سوية. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا. الزملاء تحية طيبة لكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم وحيي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية بجولة صباحية جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أحبتنا وكما اعتدنا في طرح مختلف الأسئلة الاجتماعية والدينية والثقافية والتي تخدم المجتمع. سؤال التفاعل لهذا اليوم، هل مستعد للتصالح والتسامح مع من أساء لك؟ أحبت المشاهدين فلا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا نتعرف على طبيعة الآراء. وين شد ما يطفيها الغروب. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم. الله وبركاته، رمضان خير والبركة على أمة الإسلام جميعا. الله ما يحفظ جميع العراقيين والعراقيات إلى العمل الخير يا الله. الله يبارك فيكم. أبو من؟ أبو أحمد. أبو أحمد حياك الله. أبو أحمد إن شاء الله الله يتقبل أعمالكم. أبو أحمد، دائما الإنسان حسب منهج أهل البيت عليهم السلام دائما ضروري أن يكون مسامح، يعفي عن الآخرين حتى يسيء إلا في بعض الأحيان. فأنت اليوم هل تعفو وتسامح وتصالح من أساء لك في بعض الأيام؟ والله إحنا قبل شهر رمضان أو بعد شهر رمضان هو المسامح كريم. والله من الإنسان أو المسلم يسامح بشر غلط أو سوء فهم، فإذا بادر هو المسيء إليه فهذا عند الله أجر عظيم، والعفو والمقدرة عند المؤمنين إن شاء الله. فالتغيير آت ونسمو من حال لحال. والله هذا الشهر هو شهر مسامحة، هو شهر مغفرة، شهر رحمة. الله سبحانه وتعالى هو نزل إن هذا الشهر وبيه صيام 30 يوم
أو 29 يوم هو مغفرة. واحد لازم يكون متسامح مع الكل، حتى إذا واحد تجاوز عليه، خصوصا بهذا الشهر أنه يكون مسامح إليه. دائما بالواقع العشائري يكون تكون هذه هاي الحالات تصير على شكل مبادرات، يعني بالمناسبات بالأعياد خصوصا، فأنتم شنو الآلية اللي تعملون عليها بالمناسبات بالأعياد؟ احنا خصوصا بهذا الشهر والأماكن المقدسة انه نحث المواطن ونحث اخواننا وعشائرنا وابنائنا انه على التسامح ويا الناس والاحترام، احترام الكبير احترام الصغير، والشك وشغلات بسيطة اللي يصير بيناتهم يكون يتجاوزون عليها، هاي يسامح بيها يجاوزها ما يزعل عليها مع الباقي الناس الآخرين. دائما تحث أبنائك وأقربائك على أن يعفو دائما. إن شاء الله، أنا هذا هدفي، هدفي هذا إنه أبنائي وأخواني الخاصين لي أحثهم على المسامحة والتعاون بيناتهم. جرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزر. أكيد منهاج أهل البيت هو التسامح والعفو، وخير دليل هو الإمام حسين عليه السلام في أحرج اللحظات اللي مر بيها هو كان يبكي على أعدائه، لأنه بسبب أنه راح يدخلون هؤلاء النار، ومع ذلك هو عفى عنهم وتسامع عنهم. احنا سائرين على طريق اهل البيت ان شاء الله على منهاجهم، انه التسامح والعفو مشي من الرجال، اولا مشي من الرجال، وانسان من تعفو عنه الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت ام يعفو عنك. لازم احنا نقتدي بهم، نقتدي منهج اهل البيت، نقتدي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى هو يريدنا ان نعفو عن الناس، نعفو عن نسامح. اذا ماكو عفو ماكو تسامح ماكو حياه فعلا. لازم احنا نسامح، لازم نعفو، وهذا الشهر شهر الفضيل، شهر رمضان هو شهر هذا العفو، شهر المغفره، شهر الرحمه. لازم احنا نكون متسامحين متراحمين متحاببين. وانت ايمانك فليموت. نعم سادتي المشاهدين، ان من الصفات الجميله والجليه للفرد هي التسامح والتصالح والعفو للآخرين أو مع الآخرين، وهذه دلالة واضحة على مدى التزام المؤمن بصفات أهل البيت وخواص أهل البيت التي أوصوا بها. ولكن اليوم يجب علينا أن نلتزم بتلك الصفات حتى نحقق الغرض ونسامح ونعفو عمن أساء لنا بمختلف المجالات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. شكرا زميلنا كرار ولكل أهلنا وأحبتنا اللي أبدوا رأيهم بهذا الموضوع. وأيضا نذكر التعليقات عبر الفيسبوك. الحاج عبد الكريم الخفاجي يقول: من يؤمن بالإسلام يجب أن يتحلى بخلق العفو والصفح ويتعداه بأن يقابل الإساءة بالإحسان. قطعا إنها ليست بسيطة ولكنها تعبر عن درجة سمو الإيمان بالله تبارك وتعالى. محمد الصافي أيضا يقول: هاي من صفات الإيمان أن يكون مسامحاً أخيه في هذا الشهر الكريم، شهر العفو والرحمة، وأكيد إن شاء الله كنا نسامح. صادق مهدي يقول: العفو لمن أقر بالإساءة نادماً، أما المصر عليها فلا حباً ولا كرامة، كما ورد في دعاء كميل: اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. أحمد علي يقول: العفو من شيم الكرام. أنسام فارس: عفى الله عما سلف، نعم أسامح. أم علي تقول: نعم. حج أحمد يقول: لا والله. أفنان السعدي تقول: لا والله. يعني هاي أكو تفاوت بالمستويات، أكو ناس تقول لا وأكو ناس تقول إيه. أكيد أكو فرق بالمسامحة، يعني إذا شغلات بسيطة طبعا أعبرها، إذا شغلات كبيرة ممكن بها مسألة أرجع لأهل البيت عليهم السلام، لهذه المدرسة العظيمة، تواصل مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى، نشوف شنو الإمكان أنه نتركه، ممكن نبتعد عن هذا الشيء، ما أقابله بشيء أكبر، ممكن هذا الموضوع بمساحة مسامحة ممكن أترك
هذا الموضوع مو بالنتيجة أنه أنا أزيد الكره أو الحقد أو مسألة بسيطة وأحولها إلى كارثة مثل ما يصير بعض الأمور عندنا، فأكو مساحة أنه أقدر بهذا الموضوع عبره وتجاوزه أو أنه أبتعد عن هذا الشخص أصلاً لأنه أساء لي. فعلاً أبو عهد، وفيما يروى السبب الأخوة اللي أجابه بلا قاطعة يروى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا بدأ شهر رمضان، يعني دخل شهر رمضان، يجيب صحيفة ورقة يسجل بها أخطاء عبيده وإماءه، لأن هو كان يعتق في السنة 1000 عبد يربيهم ويعتقهم. هسه تبين شنو هاي الصحيفة وعلاقتها بموضوع العفو. على طول الشهر يسجل أخطائهم، انت فلان يوم امرتك بفلان شيء جيبه ما جبته، او تاخرت او تعطلت، تعرف هذول يعني جايين من بيئه يعني تعبانه كذا، بيراد له وقت يلا يدخل بالجو، مثلا صلاه ما صليت كذا في شيء. تيجي ليله القدر، تيجي ليله القدر يجمعهم يقول لهم شوفوا هاي اخطائكم تجاهي اني، واخطائكم تجاه بعضكم البعض اللي اني بيها الي حق عليكم، فقد عفوت عنكم كلكم، فاسألوا الله عز وجل أن يعفو عن عبده اللي هو آني. هذا إمام معصوم، الإمام المعصوم شلون يتعامل، شلون يستغل الفرصة. هسه إحنا إذا ما ردنا نقول سمو أخلاق ونفس عالية، يا أخي كن تاجر صحيح. الناس قاعد ترتكب وياك أخطاء، اعتبرها هذه فرصة شوية التعبير تساوم بها رب العالمين حتى يغفر لك، حتى يتجاوز عن أخطائك. نعم. وأعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولة، بعد هذا الكلام فيما يتعلق بالتصالح والعفو عمن أساء إلينا، ننتقل إلى استديوهات 313 إلى موجز الأخبار ويا الأخ أمير شرارة. مشاهدينا، موجز لأهم الأخبار، مرحبا بكم. المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني يستقبل عائلة الطفلة اللبنانية أمل الدرة التي استشهدت إثر اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان مؤخرا، مبديا التعاطف مع عائلة الشهيدة ومعربا عن أسفه العميق إلى تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة وعجز العالم أو تعاجزه عن إيقافها. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تستقبل وفد الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لمناقشة آليات تطوير العمل في العتبات المطهرة وتوفير أفضل الخدمات للزائرين، فضلا عن المشاركة في إنشاء المشاريع المتعددة التي تصب في جميع المجالات الطبية والصناعية وغيرها التي تخدم المواطنين في شتى المحافظات. وفد من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يزور مجالس عزاء ضحايا حادثة الدهسي لمجموعة من تلاميذ قضاء الهارتة في محافظة البصرة، فضلا عن الأطفال الراقدين في المستشفيات. الزيارة جاءت لتقديم العزاء والمواساة لذوي المتوفين والوقوف بجانب الجرحى مقدمين لهم راية الإمام الحسيني عليه السلام. وحدة الإغاثة والدعم التابعة للعتبة العباسية المقدسة تقيم مندوبة أفطار للمقاتلين في قاطع سامراء، وتأتي هذه المبادرة لإشعارهم بأهمية جهودهم التي يبذلونها للحفاظ على أمن البلاد إلى جانب دعمهم معنويا ونفسيا. وأخيرا، مؤسسة أنوار السجاد عليه السلام الثقافية التابعة للمرجعية الدينية العليا في محافظة واسط توزع أكثر من 200 سلة غذائية رمضانية على المستحقين، فضلا عن كسوة العيد على العشرات من المسجلين لديهم. تهدف هذه المبادرة إلى زرع روح التكافل الاجتماعي التي توصي بها المرجعية الدينية العليا وبشكل دائم. ختام الموجز، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. شكرا زميلنا احمد شراف على موجز الاخبار. احبتنا المشاهدين، مستمر وياكم وفقراتنا، ودائما ناكد كيف نتعلم من شهر رمضان المبارك. نقول شهر رمضان مدرسه على المستوى الديني، على المستوى الروحي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى البدني والجسد.
شلون نتعلم من عندها؟ ممكن ننفذ كل ما تعلمناه إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. هذا هو موضوع حديثنا. موضوع حديثنا لليوم مع سماحة الشيخ بهاء الكربلائي الباحث الإسلامي يتعلق بماذا عن رمضان وماذا عما بعد رمضان. سماحة الشيخ السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم. حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا. ونسألكم أنه يعني إحنا الحمد لله والشكر بدينا الله سبحانه وتعالى جذبنا باتجاهه في شهر رمضان الكريم، تقربنا بالأعمال الصالحة، بدينا بعلاقة مع الله عز وجل. السؤال هو شلون ممكن نستمر بهذه العلاقة مع الله عز وجل بعد انتهاء شهر رمضان؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد، تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. حقيقة شهر رمضان المبارك ليس بالشهر اللي يعتبر في بعض الديانات أنه ربما ساعة أو ليلة أو كذا، أو هو طقس يمر به الفرد. شهر رمضان الله سبحانه وتعالى عندما خطب النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال قد أقبل لكم هذا الشهر الذي من مميزاته أنه هو أفضل الشهور عند الله، ساعاته أفضل الساعات، لياليه أفضل الليالي. إذن ميز هذا الشهر عن باقي الشهور. لكن هل يمكن الإنسان أنه بعد إذا انتهى بعد شهر رمضان كأنما شهر رمضان انتهى وانتهى كل شيء معه أو لا؟ نحن قبل أن ندخل في شهر رمضان، ليس شهر رمضان هو بداية أو انتهى. نحن عامة المسلمين أنه قبل شهر رمضان هنالك ترغيبات، جاءت روايات، جاءت آيات ترغب الإنسان بالعبادة بالتقرب إلى الله. مثلا نحن عندنا شهر رجب يستحب ومن أشد المستحبات، وتجي الروايات والروايات حتى تقرب الإنسان إلى الصوم وإلى التقرب إلى الله، قال الصيام في شهر رجب. شهر رجب يؤهلك إنمن إلى شهر شعبان. شهر شعبان أكثر هنالك روايات في استحباب صيامه وقراءة القرآن. بعد هذا يأتي شهر رمضان. في عندنا دعاء جميل أحد الأئمة سلام الله عليه يقول إلهي إذا لم تغفر لي في شعبان فاغفر لي ما تبقى في شهر رمضان. كأنما شهر يؤهلك إلى شهر آخر، فليس هو باعتبار بعض الأشخاص يقول إذا انتهى شهر رمضان أهم شيء شهر رمضان، وبعض الأشخاص لا، عند شهر رمضان ينتهي في ليلة القدر، ولكن هذا خلاف الواقع. لا، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان متمسكا بالأذكار. أذكر لك فد شيء. الآن أنت عندما تقوم من الركوع إلى السجود، لا تقوم ساكت، تقول بحول الله وقوته. عندما تدخل إلى الحمام، عندما تأكل أشرب، كل شوف الإنسان مستمر بالأذكار. ما هو السبب؟ الله سبحانه وتعالى يريد استمرار العبد بالأذكار معه، ما يتركه. إذا حتى عندما تلبس الخاتم، حتى عندما تلبس ثياب هنالك أذكار، هنالك أوراد. حتى عندما الإنسان يحلق شعره توجد هنالك أذكار وأوراد. ما الغاية من عدة؟ الله يريد العبد أن يكون مستمرا معه. ليس فقط أنه يكون في شهر رمضان، وأن عندما الإنسان يقول والله إذا انتهى شهر رمضان أنا بعد ينتهي كل شيء، هذا خلاف الواقع. إذن يعني إمكانية تطبيق هذا الشيء موجودة، يعني حتى الناس تقول لك والله صعبة، والله أنا ألزم نفسي بس بشهر رمضان أنه ما أكذب أو ما أكل غيبة أو ألتزم بصلاتي. هذا الشيء مو صحيح. أنت تقدر مثل ما هذا الشهر مشيت صحيح مثل ما نقول، والتزمت بالعبادات وقرأت القرآن، خليه يستمر وياك. نعم، هناك فد نقطة مهمة نبهتونا عليها جزاكم الله خير، أنه هذا الإنسان بعد ما أكمل هذه العبادة، أكمل هذه الأمور في شهر رمضان، أنه شاف أنه عنده طاقة. مثلا عند بعض الأشخاص في المجال اللي أعمل، بعض الأشخاص شوفه يدخن، أنا ما يقدر يمتنع عن التدخين. صحيح. ما أقدر السبب ما أقدر، أنا عندي ضعف، إذا ما أدخن يصيبني فد صداع وكذا. في شهر رمضان أشوف أنه قطع التدخين، إذن عند القابلية أن يمتنع عن شيء. يعني ما يقدر. إذن قابل هو كان رافع راية الاستسلام وضعف في نفسه. حقيقة شفنا هذا الشخص لما جاء شهر رمضان امتنع عن كثير من الأمور، وكثير من الأخوة قال أنا حقيقة كنت ما امتنع عن التدخين، بس بسبب شهر رمضان، لما انتهى شهر رمضان المبارك بعد شهر رمضان قال أنا إن شاء الله يعني الطاقة موجودة، فامتنع عن التدخين. إذن هنالك طاقات موجودة عند الإنسان. فشهر رمضان هو عبارة أن يرفع الإنسان من مستواه.
لطيف. كل المخلوقات تأكل وتشرب، الإنسان لا بمميزة بميزة أنه يرتفع من مستوى إلى مستوى آخر. أحسنت. طيب يعني إحنا دائما نقول شهر رمضان هو على الجانب الروحي والعبادي والأخلاقي والجسدي، كله هو فوائد ما شاء الله. كيف نستفيد من الجانب الاجتماعي بشهر رمضان؟ مثل ما قلنا أنه نشعر بالمريض، نشعر بالجيران، بالعائلة، بالارتباط. كيف ممكن أنه يكون هذا امتداد ما بعد شهر رمضان للتواصل الاجتماعي؟ شهر رمضان مثل ما قلنا أنه شهر رمضان هو شهر الله، وأي شيء عندما يريد الإنسان أن يرتبط بالله عز وجل، أي شيء يقربه من الله يتعلق به. أي شيء مثلا عندنا إحنا أنه الفقراء هؤلاء عيال الله، إذن هذا الفقير منتسب إنمن إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نريد أساعد هذا الفقير، إنه أنا ما أساعد لشخصه هو، لا أشوفه مرتبط بمن، أو أذكره بس بشهر رمضان، إيه أو بس بشهر رمضان، لا مرتبط بالله. عندما أنا يأتي إلى الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، يحس بالجوع بالعطش، يقول له إلهي كم شخص أكو جائع، كم شخص أنا يعني اليوم ما عندي فتشيل عائلتي اليوم. صح. الصيام هو احتكاك بالقلب، حاليا أنا لو كنت على قيد الحياة ما يصير واحد يصوم عني. صح. ليش؟ الله يريدك أنت تتألم بالجوع. صح. حتى تحس بيه ما تحس بالآخرين. فهذا الإحساس هو رسالة، الله يريدك أن تشعر بالآخرين، فعند شعورك بالآخرين هنالك تكون نتيجة الصيام لعلكم تتقون فعلا. يعني شيخنا مثل ما تفضلتوا أنه الواحد حتى يعني ظل دائما خلينا نقول في ظل تصرفات أو في ظل أجواء شهر رمضان المبارك، ممكن يستشعر أو يبقي وياه بقايا هذا الشعور، الشعور بالآخرين، يخليها يحفرها بطريقة ما في ذهنه بحيث تستمر وياه على باقي أشهر السنة، ممكن نقول هيك. زين شيخنا، إذا ردنا أنه نحول هذا الكلام، هذه المبادئ خلي نسميها، إلى خطوات عملية، هل هناك خطوات عملية تنصحون بها الأفراد أو على المستوى حتى الاجتماعي، مستوى المجتمعات، خطوات عملية ممكن نتبعها حتى نحقق النجاح والتطور على المستوى الشخصي، والنجاح والتطور على مستوى علاقتنا مع الله عز وجل، والنجاح والتطور على مستوى علاقاتنا مع الناس؟ نعم. مثلا انا حنقول لك فد واقعه صارت معي في شهر رمضان. احد اصدقاء الشيخ علي الله يحفظه تفاجات من عنده على الحاسبه يشتغل انه العوائل الفقراء يسجلهم مقدار الدخل، انه يستلم رعايه ما يستلم كذا كذا، افراد العائله ايش قد، السكن وين، بيته تجاوز او ملك. فقلت احنا مجرد احنا ننطي السله الغذائيه نسلمها للشخص وندير وجهنا وخلص وانتهى كل شيء. انتبهت الى هذا الشخص حقيقه في داخلي، قلت انا في داخلي قلت شيخنا نسلمه وخلص. قال لا شيخنا، ليس شهر رمضان انه فقط احنا في شهر رمضان، هذا اريد انا اتواصل وياه بعد شهر رمضان، عنده مريض ما عنده مريض، ليش احنا نذكره بس بشهر رمضان؟ هذا من جانب انه الانسان اجتماعي، ولهذه المؤسسات الخيريه شوفه ما يتواصل بس شهر واحد، يتواصل دائما كأنما يأسس علاقة ويا المقابل، هي علاقة. بكرة صار عنده مريض يتصل به اتصال علاقة. ليش؟ لأنه ينظر هذا من عيال، من عيال الله سبحانه وتعالى. والإنسان وانطيك فد مرغبات، مرغبة كلش قوية. يعني الآن لو أي إنسان فقير قال لك انطيني أنا على باب الله، تيجي تنطي فد، طلع الأموال اللي عندك تختار أقل عملة. أقل عملة. إحنا ما هو السبب تختار أنت أقل عملة؟ النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام يقول إن الصدقة لأنها لتقع في يد الله قبل أن تقع أين؟ في يد الفقير. صحيح. هذا الإنسان لو كان يعرف إن هذه الصدقة تقع في يد الله بعد يختار العملة الأقل. والله هو الذي قال، وأن الله هو الذي يأخذ الصدقات، يعني لا شيخ فلان ولا كذا ولا إنسان ولا سيد، الله هو الذي يأخذ الصدقات. هذا من جانب الأمور التعاونية مع المجتمع. أما من جانب الأمور العبادية، أنا أنصح أنه الإنسان أنه يخلي له نفس يعني وقت عبادي خاص له. ليه يقول أنا ما عندي مجال؟ الأخت في البيت أو الأم في البيت تقول أنا ما عندي وقت، ما عندي وقت أسوي كذا أسوي كذا أسوي كذا. إذن الإنسان ممكن عنده، الإنسان هو الذي يسوي جو عبادي لنفسه، يقرر يعني هو يقرر أنه يصنع جو محراب في غرفته في بيته كذا، ويقدر الإنسان يتواصل ولو باليوم يقرأ آية أو صفحة من القرآن الكريم، هو هذا ارتباط. إذن جدول، يعني جدول. إحنا مثل ما هسا أكو
دورات ومنظمات بعضها يعني إيجابية أو سلبية وتقول لك جدول الحياة وتنظيم الوقت. إحنا الإسلام الحمد لله كامل بكل شيء. فيعني سؤالي إنه ممكن شخص مثل ما تعود يفطر بكذا ساعة ويسحر بكذا ساعة ويدعو الدعاء بكذا ساعة بشهر رمضان يستمر يخلي له ورقة إنه أني صح دوامي هالقد إذا كان موظف أو موظفة بالبيت هالقد الأطفال هالقد عندي مساحة مثلا نص ساعة الظهر أو المغرب يشتغلها بهذا الوقت؟ يعني ممكن يسوي جدول لحياته؟ أي نعم يمكن. أنا يوم من وهذا إلى تأثير هذا الأمر إلى تأثير على الغير. يوم من الأيام جلسنا أنا وزوجتي مع أحد العلماء ينقلوها يعني أحد الأخوة يقول جلست أنا وزوجتي مع أحد العلماء فهذا العالم الديني سأل زوجته زوجة هذا الشيخ قال أريد أسألك سؤال هذه زوجتك ملتزمة بالصلاة؟ قال نعم ملتزمة بالصلاة. قال يعني في حالة إذا صار عندها عمل مثل في غسل الأواني في المطبخ وصار وقت الأذان ماذا تفعل؟ قال شيخنا كل الأمور تتوقف. إذا الإنسان يمكن أن يخلق جو عبادي لنفسه لكن الإنسان قال أنا ما أقدر أنا صعب علي هذا الطفل يبكي هذا الطفل يريد كذا كذا. الإنسان هو الذي بنفسه الله عندما يرى الإنسان هو مهتم بالله لا. نحن وأمورنا كل ما عندنا بيد الله سبحانه وتعالى فنحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا لعله أيضا أكو إشارة في هذا الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. يعني نرى أن الله عز وجل استجابته أكثر من استجابة العبد بس يريد المبادرة من العبد لأن هو هذا الواجب عليه كأنه يعني فالقصد أنه أنا يعني سؤالي بصراحة إذا تسمع لنا تدرون يعني بعيد عن شوية المضمون أو المكتوب يعني إحنا بإمكاننا كشخصية بهواجسنا بنيتنا لازم نكون أقرب لله. يعني نتحدث بصراحة بدون ما موجود لهذا السؤال يعني أنت بس صف النية أنه توكل على الله قول أنا أريد أشتغل قول أنا أريد أتقرب إلى الله قول أنا أريد أبتعد عن السلبيات تدريجيا الله سبحانه وتعالى راح يسهل لك هذا الأمر. نعم الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لما تجي في شهر رمضان في ليلة واحدة في ليلة واحدة يقول يا عبدي في هذه الليلة لو استغفرت لي مرة ضعف كله ضربه بألف 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 خير من ألف شهر. الإنسان معناها أنه الله يقول أنت عبدي أنت جربتني جربني تقدم إلي خطوة وشوف. وأنا أكثر ما شفت من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لما رأى الحر قابل أنه يتقدم خطوات مجرد أن يتقدم خطوة الحر الحسين عليه الصلاة والسلام لأنه رحمة الله الواسعة ماذا قال؟ قال أنت حر أين حر؟ حر في الدنيا وحر في الآخرة أي ليس هنالك أهواء تؤثر على شعورك وعلى وجدانك. فالإنسان عندما يتقدم خطوة إلى الله الرحمة الإلهية يتعرض إلى الإنسان. شكرا شكرا لكم سماحة الشيخ بهاء الكربلائي الباحث الإسلامي. أعزائنا المشاهدين ننتقل وإياكم بعد هذه الفقرة إن شاء الله إلى فقرة تقرير التي نتحدث فيها عن مميزات الإضاءة الرمضانية في مدينة لندن مع الأخ علي باسم. ننتقل وإياكم إلى هناك إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ شرفتونا. الله يحفظك. الله يخليك. الله يسلمك. إضاءة مبهجة وتصاميم جديدة أضفت جمالا فريدا على الشوارع الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة شهر رمضان المبارك. وللمرة الثانية على التوالي وبعد النجاح الذي حققته السنة الماضية في إضاءة ميدان بيكاديلي تأتي هذا العام مبادرة أنوار رمضان بالتعاون مع مؤسسة هارت أوف لندن لتكمل ما بدأته مزينة شارع أكسفورد لأول مرة في تاريخ المدينة. قبل أيام العمدة مختار المدينة أتى إلى هذا الشارع خصيصا عشان يشعل هذه اللمبات كيوم رمضاني مبارك للمسلمين وهن المسلمين بهذا الشيء. هذا الشيء فرحني أكثر إنه ما أحس إنه أنا غريب هذا البلد، أحس أنا ابن هذا البلد وكل المسلمين هنا
يعني ما يحسون بالغربة. This is one of the most iconic. يعد هذا المكان واحدا من أكثر الأماكن شهرة لأي أحد يزور لندن، وكما أنه في عيد الميلاد تستطيع أن تشاهد فيه زينة الميلاد. اليوم في رمضان نستطيع أن نستمتع كمسلمين بهذه الزينة الجميلة، ذلك أن لندن عاصمة عالمية وتشهد بذلك كل زاوية منها. From every corner. الأنوار والزينة الساحرة التي امتدت على طول شارع أوكسفورد، وهو المقصد التجاري الأهم في قلب لندن، والتي اعتاد سكانه على زينة وأنوار الأعياد الأخرى خلال فصلي الشتاء والربيع، ستكون هذه الأنوار الرمضانية الخلابة من المعالم الثابتة فيه، ليشكل ذلك فرصة فريدة للسكان المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم لالتقاط الصور والاستمتاع بجمال هذه الزينة. لقد أعجبت فعلا بهذه الإضاءة، إنها حقا جميلة، ولقد أتيت إلى هنا خصيصا لأشاهدها. نحن نشعر أن لندن مكان يقدر المسلمين وتسمح لهم بأن يحتفلوا ويجتمعوا معا بشهر رمضان. حقا إن ذلك مذهل بالنسبة لي. أنا سعيد جدا بمشاهدة هذه الأضواء الرمضانية، لأنه بالنسبة لي كمسلم من بلد أغلبيته مسلمة كأندونيسيا، أشعر بالتقدير والاحترام لي كأقلية موجودة معترف بها وبثقافتها هنا في المملكة المتحدة، وأنا ممتن لذلك. تعد مبادرة أنوار رمضان تجربة فريدة للمسلمين في لندن، حيث يشعرون بالفخر والانتماء لرؤية دينهم يحتفى به وسط مجتمعهم وبين المحيطين بهم. علي باسم لبرنامج صباح كربلاء، لندن. زميلنا علي باسم من لندن، وبصراحة دائما نأكد على نشر الإسلام، نشر التشيع بصورة سلمية. شوفوا هاي الإضاءة وهاي الألوان وهذا الديكور، بمحبة، بألفة، بهدوء، بجمالية، بحداثة، شوف أثر بالجمهور هناك أو الشعب هناك، وحتى على المستوى الإدارة المحلية أو الإدارة السياسية الموجودين وحضر الحاكم، وفرحوا بهذا الشيء. هذا دائما نقوله أنه بتصرفاتنا وليس فقط كلام. أذكر شيء بسيط، بعض الباحثين يجوا بكربلاء وكان عندي لقاء لهم في قناة كربلاء، تحدثوا أنه من ضمن البحوث والدراسات في لندن أو في الدول الأوروبية، سألوا واحد قال له شون رأيك بالمسلمين، قال لهم أنا أكره كل المسلمين ما عدا جيراني. قال له يعني جيرانك مسلم لو مو مسلم؟ قال له إيه جيراني مسلم، بس ليش أنا البحث الإعلام أكو مغرض، أكو يغطي بصورة سلبية على الإسلام أو على التشيع. يقول فأنا كنت أكره المسلمين بينما جيراني مسلم. مرة أنا ما موجود بالبيت وصارت عندي مشكلة بالكهرباء ونقض عائلتي، ومرة ثانية ابني تمرض وأخذ هو وزوجتي يعني الأم والطفل ووداه للمستشفى. إذن موقفه جميل، يعني بالمواقف إحنا نقدر ننشر الإسلام أو التشيع أو صفات الإسلام والتشيع. فعلا أحسنتم أبو عهد. أكو قضية ثانية، ديننا به هواي جماليات، به هواي رموز، أيقونات نقدر نصدرها للخارج. أحسن. على أنه فتشي مليء بالجمال، مليء بالمتعة البصرية. صحيح. ما يحتاج إحنا في مدننا المقدسة، في أماكن يعني عزنا الثقافي. صحيح. حصوننا الثقافية، ندخل على أنفسنا رموز أعياد ميلاد يعني ما لها علاقة بينا. يعني بلندن وصل الهلال وهنا يجيبون الشجرة، يعني ليش يعني؟ خلينا نختم. خلينا نختم. نعم. أعزائي المشاهدين، كنا وإياكم في حلقة من برنامج صباح كربلاء، ولكن وصلنا إلى الختام، فنلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى على خير بإذن الله عز وجل. في أمان الله.